إشراقة يوم جديد من أيام ربنا تبارك وتعالى نستفتح بالذي هو خير القرآن الكريم وتلاوة قرآنية والطالبة جنة محمد جمال. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومع ظهرة من بستان النبوة وحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والطالبتين رهب خالد وزين مصطفى. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله فيهوي بها في جهنم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إشارته إلى خطورة الكلمة في الإسلام، فبالكلمة يدخل الإنسان وبأخرى يدخل الجنة، وبثالثة قد يخرج منها الإنسان، وبرابعة قد تدخل منها جنة، وبخامسة قد تدخل الأوطان، وبسادسة يدخل الجنة، وأصبحت عليه عذاب. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. ومع قطفة من قطوف الأسماء والطالبة هنا محمد فرحان. حكمة اليوم: ألا بالصبر تنال من السيسي. هناك خلل في آليات التعاون الدولي ونتطلع إلى تغييره. علينا جميعا التضامن لدحر الإرهاب والتطرف والعنصرية. زكي القوات المسلحة ضد الوطن وسيفه في مواجهة المخاطر. مدبولي التوسع في المراكز اللوجستية والسلاسل التجارية. الرئيس يؤكد دعم لبنان. دعوة أمير الكويت إلى منتدى شباب العالم. دمج 1.6 مليون أسرة ضمان في تكافل وكرم. الرحلة المصري مستمرة بعد إنجاز التأهل للقوى النهائية الكونفدرالية. حسام حسن مغلق ملف اللقاء استعدادا للمواجهتين طلائع وحكي كلوب. كارتيرون يحصل على 8 مباريات لوفاق ستيف قبل مواجهة نصف نهائي أفريقيا. الأهلي يغادر اليوم وهيخوض مران مستعددا للنجمة والبطولة العربية. رئيس الزمالك يهدد بعدم خوض مبارياته إلا بعد انتهاء معدلات الأهلي. جروس الفوز على مقاولون تجسيد لروح الإصرار ورغبة اللاعبين في الفريق. نترككم في رعاية الله وأمنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كانت معكم الطالبة نهى علاء عبد المنعم تحت إشراف الأستاذ أحمد مجاهد. شكرا لزاك. كل مدرسة معايا تاني. مدرسة صفا مدرسة ايه انتباه حرس العلم سابت كل المدرسة.